اهلا بنات، كيفكم؟ معكم تنا عبد الله من مدونه ملكي واي، مدونه مختصه بالفاشن والموضه والازياء. اليوم رجعت لكم فيديو زي ما حكيت لكم عنه بالفلوج السابق. راح اسوي معاكم انبوكسنج الشنطه. وصلتني من براند مره حلو ومره غريب. طبعا انتم تعرفون شخصيتي، يعني انا كفاشن بلوجر يعني احب اني اجرب اسماء جديده، مصممين جدد، يعني احاول استكشف قد ما اقدر. تواصلت معي هذا البراند قبل فتره تقريبا وعطوني البروفايل حقهم والكولكشن حقهم وتصفحته، مره عجبني. حسيت انه صديق يعبر عني ويعبر عن شخصيتي، فقررت اني اتعاون معاهم. فانا حابه اني كل فتره اعطيكم خلاصه تجربتي في براند جديده يعني انتم ما قد جربتوها، ويعني اشيل عندكم هم انكم انتم تجربون شيء جديد، تحطون فلوسكم في شيء يمكن ما يناسبكم. هذا هو البوكس اللي وصلني، غلفته لكم من جديد لاني انا فكيت وسويت له انبوكسنج في الفلوج اللي قبل. مره حبيت الباكجينج حقهم، مره مرتب، يعني مكتوب عليه اسم البراند، كل التغليف يعني مره زين. البراند هذه اندونيسية وشغلهم مره مرتب. هذه البراند مهتمة بالجلود، تلاحظون ان تصاميمها كلها بالجلود اغلبها، يعني اغلب تصاميمهم كلاسيك، لكن انا حبيت، طبعا تعرفوني انتم، انا ما احب التصاميم الكلاسيك. الكلاسيك غالبا تكون تصاميم يعني تكون سكوير، تكون مربعة، مستطيلة، تصاميم هذه المألوفة كثير. بس انا احب اني اجرب تصاميم ما هي مألوفة كثير. طبعا تفكيري انا مو بالضرورة انه يكون تفكير عملي قد ما هو تفكير جمالي، يعني انه يهمني انا الشكل اكثر من انه ما يهمني انه الشنطة مثلا عملية تخدم كثير. زي ما انتم تشوفون الباكجينج مره مرتب. اكثر شيء اسعدني صراحه الثانك يو نوت، يعني حبيت انهم كتبوا لي زي المسج او الرساله الشخصيه وكتبوا اسمي، يعني مره كان شيء كيوت صراحه. طبعا تعرفون انتم حبي للشنط الصغيره، الشنطه مره صغيره، كيت كوت صدق. انا الشيء اللي شدني لها انها تشبه جاكموس. انتم تعرفون انا كان خاطري بجاكموس صراحه من فتره، بس من بعد ما انتشرت في كل مكان صرفت نظر عنها. هذه مره تشبه لها بس يونيك اكثر، يعني الغريب فيها الهاندل، شايفين كيف جايه دائريه، مره كيوت. طبعا تخصصهم هم الجلود، بتشوفون كيف الجلد مره الكواليتي حقه مره عالي، ومعاها ستراب. طيب الفكرة الحلوة في الستراب انه الستراب تقدرون تستخدمونه كستراب عادي، يعني بس يعني مجرد تركبونه هنا وهنا ويصير ستراب طويل عادي. لكن الفكرة في الموضوع بعد كمان انه تقدرون تخلونها حزام للخصر، يعني تحطونها شنطة على الخصر. مرة فكرتها حلوة، تقدرون تحطونها هنا، تقدرون كمان تشيلون هذا الستراب لو انتم مو حابين هذا الستراب الصغير تقدرون تشيلونه. صراحة الشنطة فكرتها مرة جميلة. هذا الديزاين اسمه روبي مايكرو، اي ثينك في مقاس اكبر منه بس هذا المقاس الحجم الصغير. هذا اللون اسمه الكتريك بلو. هذا الدرجة من الازرق مو مرة انا تناسبني، لكنها راح تخدم دولابي مرة كثير. حسيت انها ناقصتني يعني في الكولكشن. نفس هذا الديزاين في منه سماوي يعني كذا زي اظافري، ما ادري اذا اوضح لكم او لا. اتجنن السماويه منها مره رهيبه، لكن انا عندي شنط سماوي يمكن كثير، فحسيت انه ما راح تخدمني السماويه قد ما راح تخدمني الزرقاء. مره لونها خرافي. بالنسبه لكيفيه الطلب، هم عندهم موقع، تقدرون تدخلون على الموقع وتطلبون عن طريق الموقع. الشحن دايركت على السعوديه، وصلتني عن طريق ارامكس. انا اي موقع يشحن عن طريق ارامكس او دي اتش ال اثق فيه ثقه عمياء، لانه هذه هي الشركات اللي انا احب انها توصلني الشحنات عليها. صراحه ما طولت كثير، يعني اخذت تقريبا اسبوع. متحمسة مرة ألبسها في الأيام الجاية وأنسقها تنسيقات فيها color blocking، أحسنها مرة راح تطلع حلوة. يعني قاعدة أفكر إنه تنسيق اللون الأزرق بيطلع مرة حلو مع الأخضر، بيطلع كمان مرة حلو مع البينك، بيطلع خرافي مع البينك، ممكن مع الأصفر أو الأصفر الليموني، يعني كذا ألوان صيفية. أنا علشان كذا تحمست إني أخذ لون مرة منعش، يكون يعني كذا pop of color علشان ينعش الاوتفيتس اللي راح اسويها خلال الصيف. هذه صدق شنطة صيفية بامتياز،
مرة مرة جميلة. أتمنى يعجبكم الفيديو. إذا أنتم زوار جدد للقناة لا تنسون تعملون سبسكرايب للقناة وتفعلون زر التنبيه عشان يجيكم تنبيه بالفيديوهات أول بأول. إذا أنتم متابعيني لا تنسون تعملوا لايك وتعملوا شير للفيديو إذا حسيتوا أنه راح يفيد أي أحد مهتم بشنط المايكرو، لأن صدق هذه الشنطة ترى مرة صغيرة يعني قد يدي تقريبا. وإن شاء الله أشوفكم فيديوهات ثانية. باي.